مساء الخير، يشرفني ويسعدني التواجد مع هذا الجمع العلمي من اساتذه الاندرولوجي والجينيكولوجي. والتوب بتاعتي هتبقى ممتازه في خلال ربع ساعه عن رول اوف اندرولوجيست ان ريليشن تو اي ار تي او سيستم ريبرتكتيف. Andrology is derived from the Greek word which means man. It's a branch of medicine that deals with the male reproductive functions under physiological and pathological conditions. Despite its vital role, andrology is established as a unique specialty in own right in very few countries. إلى الآن حتى لسه مش established كامل. يعني زي فرنسا وجرمان وإيطالي لسه الانفرتايل أو السكشوال ديفلوبمنت may be seen by many specialists, say urologists, endocrinologists, gynecologists, and dermatologists. Egypt and the United States are among the few countries in which andrology is a unique specialty in its own right. Even in Egypt, جامعات قليلة اللي هو established as a separate department, say Cairo University. برغم ان هو مش استبلش قوي، لكن هنا حاجه تساعدنا ان الفراعنه اول ناس كانوا بيتكلموا على الاندرولوجي لما اتوصف في الورق البردي الامبوتنس او الارتال ديسفانكشن، وكانوا الحقيقه عملوها بصوره عبقريه جدا. قسموا الامبوتنس او الارتال ديسفانكشن الى الناتشرال والسوبر ناتشرال. الناتشرال قالوا اللي هو نتيجه للايدجنج العادي، والسوبر ناتشرال قالوا ان هو الماجيك سبيل او الارواح الشديده. نيجي هنا بقى للموضوع المهم بتاع المحاضره بتاعت النهارده، الاندرولوجيكال بروبلمز اللي ممكن الجينيكولوجيست يقابلها. اول حاجه طبعا الجينيكولوجيست ممكن يقابل زي ما زملاء الافاضل اشاروا الى الكويتال او الميكانيكال كوز اوف انفيرتيلتي، واللي ممكن تكون ريليتد للريبتال ديس فانكشن او السيفير بريماتيور ايجيكوليشن ذات بريفنت انتروفاجينال ايجيكوليشن. وفي الحاله دي ذا تريتمنت اوف ذا كوز ان ذيس كونديشنز از هاز ا برايورتي تو شيفت تو اي يو ار. اتس بيتر تو ريفير ذيم تو ذا اندرولوجيست. واحنا بنشوف حالات كتير قوي بيبقى فيها حتى ايفن اماند دكتورز، في دكتور اعرفه كان استشاري او كونسلتنت في اليورولوجي فضل 7 ييرز ومراته فيرجن، وجولي في الاخر علشان يعملوا اي يو ار. يعني ذا بريزنس اوف كويتال اور ميكانيكال كوز اوف انفيرتيلتي از مور ذان يو كان ايماجن، سبيشالي ان اور اندر ديفلوبد سوسايتي اللي هو الحديث فيه عن السيكشوال بروبلمز او سيكشوال ديسفانكشن از تابو. إذا والريتال ديسفانكشن طبعا از ان ابيلي تو اوبتين اند مينتين اريكشن فور سيكشوال بيرفورمانس. ليها ريفليكشن باد، فيري باد ريفليكشن على الوايف، بتحس انها غير مرغوبه وغير مطلوبه، او انها اجلي او نوت اتراكتيف. طبعا لازم نعمل بروبر كونسلنج، والريتال ديسفانكشن لازم كمان نعالجها لانها ان ميني كيس بتبقى اسوشيتد بالسيستم ديزيز which should be treated. يعني الريتال ديسفانكشن is the top of the iceberg that should be evaluated and treated properly. ال IUI may be indicated in quite a problem could not be solved. Now we check to the main factor treatment in the era of ICSI, to be or not to be. في نقطتين مهمين. في كونسبت بتاع ان ذا سبيرم راذر ذان ذا هيومن بينج. يعني طالما انا عندي بعض الجينيكولوجيست ان طالما انا عندي سبيرم خلاص الميل ده مالوش اي افكت خالص، انا باخد سبيرم وبعمل الاكسي بتاعته وخلاص، ماليش دعوه باللي قبلها واللي بعدها. والبروبر ايفولوشن اللي سمعته من زملائي الافاضل الدكتوره احمد والاستاذ الدكتوره عبد الرحمن مواطن الشهر، الحقيقه يعني في منتهى الاهميه ان احنا البروبر كونسل والايفالويشن بتاع بوث بارتنرز بيفور اكسي سايكل ويل بريفنت ماني بروبلم زي ما هنشوف. الحاجه الثانيه ان التيلفون ايفالويشن اند تريتمنت اوف ذا ميل بارتنر، ما ننساش ان كثير من مشكلات الانفرتايل ميل ماي بي ذا اونلي برزنتيشن فور هيدن بيتويتري اند اور تستيكولار تيوب.
وبالتالي الكونسبت بتاع ان انا اخد مانيبيول مجرد سبيرم كده واعمل بي اكسي دي شود بي كوندكت. دي بعض المعالم من ايطاليا. ايطاليا طبعا جميله جدا كلنا بنحبها ونحب نزورها، ودي طبعا نجمه ايطاليه شهيره بالنسبه للناس اللي زي حالاتي او اللي اقدم مني شويه، الناس الجداد مش هيعرفوها قوي. لكن خدوا بالكم بقى من ايطاليا، زملائي الجينيكولوجيست لازم اديهم تحذير من ايطاليا. ليه بقى؟ ناخد بالنا بس قبل ما نروح، لان الارتكل 1 اوف الرول 40 سنه 2004 في الايطاليان لون ستيت، في الايطاليان لون ستيت ذات الاي ار تي ار نوت الاود اكسبت، يعني هم عاملين سيستم او نظام للاي ار تي مش هينفع، مش محطوط في اختيار الدكتور بتاع النساء او مدى الاويرنس بتاعه بالرول اوف اندرولوجي او لا. كونديشن هم قسموا الموضوع تقسيمه حلوه قوي. كونديشن قالوا اكس اللي احنا بنقول بنقابلها ساعات، اللي هو اول ما يشوف البارتنر انتو في انديكيتور فور اكس على طول. الجلوبوس سبيرمي فيميل اباف 35 ييرز، بريزنس اوف ماي واي كروموسوم مايكرو ديليشنز، FSH in the male above 12, congenital absent pus. الكونديشن دولت الفايف كونديشنز دولت في ايطاليا دول على طول ندخل على اكسي وزود اني ترايل فور تريتمنت اوف ذا مين بارت. نيجي للاذر كونديشنز، كابيلاني اند بريتا سنه 2015 قالوا ان اتمت تو امبروف سبرماتوجينز شود بي بيرفورمد ان اول اذر كيسز، يعني هم قسموا اي كيسز غير الخمسه كيسز اللي احنا قلناهم دول قالوا لا لازم نحاول تبروف السبرماتوجينيسيس قبل الاكسي سايكل. ليه بقى؟ هم برضو ما بيقولوش اعتبار، قالوا الاكسبلانيشن لكده ان الكوريشن اوف سبرماتوجينيسيس بيفور اكسي may decrease the incidence of chromosomal anomalies in اكسي children which may be as high as 5%. بعض الامثله الجوناتروفين ثيرابي بروفد بالافيدنس بيست ميديسن ان فعلا امبروف سبيرم كاونت اند امبروف ذا ريزلت اوف اكسي، ودي بيبر منشوره في 2013 ان ديفينتلي ان لما تدي جوناتروفين ثيرابي فور ذا ميل بارتنر ده ديفينتلي ماي امبروف ذا ريزلت اوف اكسي سايكل. في برضه بالنسبه للرول اوف انتي اوكسيدنت رغم ان هو كان كونتروفيرسي، بس في بيبر في 2012 بتقول ان كورس اوف انتي اوكسيدنت اند استايل كارنتين امبروف ذا ريت اوف اكس بريجنسيز اند لايف بيرث. Another randomized controlled study confirmed that male treatment with vitamins and antioxidants improved the result of ICSI. دي كانت في 2007. بعد كده نيجي للرول للكونتروفيرسال رول اوف فاريكوسيل. الحقيقه طبعا احنا ماشيين على الدبليو اتش او في كل حاجه، السيمن بارامتر وفي كل حاجه. Very large series of study عملتها الدبليو اتش او من سنه 1992 عشان كده بستغرب ليه لسه في كونتروفيرسي من ناحيه الفاروكسيل الان، ده اللي بستغربه جدا. الدبليو اتش او اللي هي المرجع العالمي في كل حاجه في معظم اللي احنا ماشيين فيه، قالت ان ديفنتلي الفاروكسيل از ديفنت اسوشيتد ويز امبيرمنت اند امبيرمنت اوف تستيكولار فانكشن اند انفيرتيلتي. يعني من سنه 92 الموضوع ده حل، والى الان بنجد ناس لسه بتتكلم في هذا الموضوع. فاريكوسيلكتومي significantly improve the pregnancy rate after IUI. دي بيبر برضه في 2001 من زمان يعني. فاريكوسيلكتومي prior to ICSI significantly improve pregnancy rate after ICSI. Furthermore, it may obviate the need for complex ART اصلا. يعني احنا بنتكلم في 2012 الفاريكوسيلكتومي هتعمل حاجتين، يا اما improve the pregnancy rate after ICSI او may obviate the need for ICSI. ودي بيبر منشوره في 2012. لاستلي في حاجه ثانيه مهمه برضو، دي نقطه دقيقه شويه. البيشنت اللي عندهم ازوسبيرميا اللي ممكن خدوا اللي طلع عملنا لهم فاريكوسيلكتومي وطلع سبيرم في السيمن بعد الفاريكوسيلكتومي، ودي فيري كومن خلاص، هاز سيجنفكت هاير تيك هوم ايبس افتر اكسي ذان اف سبيرم وير اوبتيند فروم تستيكولار تيشو. يعني جالي عيان زي ما بنشوف دايما عنده ازوسبيرميا، وزي الطريقه اللي هي بنحاول ان احنا ما نشجعهاش ونحاول نلقي عليها الضوء عشان ما نشجعهاش في المؤتمر العلمي الهام ده، على طول هات السبيرم تيستس على طول فاين نيدل او مش عارف ايه والحاجات ديت. لا، البيشنت دول لو كان عندهم كلينيكال ايفيدنس فاريوسيل، ودي لها انديكيشن للجراحه،
وطلعوا سبيرم في الايجاكوليت، الريزلت بتاعت الاكسي بتاعت ايجاكوليت سبيرم في الحاله دي افضل من ان احنا كنا ناخد السبيرم من التستيكولار تيشو مباشره. Gynecologist hand in hand with andrologist will open the way and give the hope ray to all poor infertile couple. زي ما احنا شايفين كده، وألف شكر.